مرحبا بكم في موقع ديلي فوركس، نقدم لكم تقريرنا لهذا اليوم الاثنين للأسواق المالية. كانت أسواق النفط هادئة خلال جلسة التداول الهادئة جدا، في حين كان الدولار النيوزيلندي ضعيفا. بقي زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي هبوطيا، ولقد واجه السعر صعوبة في الارتفاع إلى ما فوق المستوى 1.1380. يبدو زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني تصاعديا نسبيا، ولكنه تعرض للبيع خلال الساعات الأخيرة، وبالتالي قد يختبر المستوى 109.31. قد يجد زوج الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي الدعم عند 1.2850، في حين يظهر الجنيه تقلبات عالية. هذا هو تقرير اليوم. باسم طاقم ديلي فوركس نتمنى لكم تجارة موفقة وأسبوعا ناجحا.